الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعافية وستر من العالي تعالى. موضوع هذه الحلقة على مقهى السوربون اللي كتواجد بجامع الفناء بزوار سوق البهجة، في المكان اللي كاين فيه الآن مقهى ومطعم أرغانا. كي كعرف الجميع، في بداية الستينات لعبت المقاهي أدوار تجاوزت وظيفتها الأولى، واللي هي استقبال الرواد الراغبين اللي كيرغبوا يدوزوا بعض الوقت بالتواصل الشفاهي حول الكاس ديال القهوة أو براد ديال أتاي. كانت القهوة مكان للمناقشات الأدبية والسياسية وتبادل الكتب. كان هذا الفضاء أيضا للعزلة، حيث استخدموه بعض الكتاب مكان للكتابة والتأليف. وأنا ذاك ما كانش الهاتف النقال والحاسوب ومواقع التواصل الاجتماعي ولا ولو. المهم عندنا هو قهوة السوربون اللي معروفة الآن بمقهى أرغانا في ساحة جامع الفناء. تم افتتاحها في فجر الاستقلال تحت اسم مطعم ومقهى من العهد الجديد من صاحبها المرحوم الحاج مصبح. وفي سنة 1968 تغير الاسم ديال المقهى الاسم مقهى السوربون. بنت بوهاج ثقافي حداثي، خاصة مع ظهور تيار الهيبيزم، وصبح هذا الفضاء كيلتقي فيه كل الأجناس والثقافات: شعراء، قصاصون، مسرحيون، تشكيليون. كتعد أنا ذاك مقهى أدبي. من بعد غادي تحول اسمها لاسم أرغانا. وبهذا الخصوص وحسب تعبير الأديب والشاعر ياسين عدنان، فقدت ذاكرتها وعمقها الثقافي حينما تحولت إلى فضاء سياحي ركيك اسمه مقهى ومطعم أرغانا. هذه الأخيرة يعني أرغانا عرفت بتاريخ 28 أبريل 2011 ظهرا تفجير إرهابي خلف 17 قتيل و20 جريح مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة، تحطيم جزء من المقهى عن الأستاذ مبارك جنوني بتصرف أحبائي، حتى نتلقوا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. للتذكير دعموا قناتكم بالانضمام وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. كل التقدير والاحترام.